حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشركات في تمكين. مساء الخير أستاذ علي. طبعا نتحدث في البداية عن برنامج أرواد الشباب مشروعي ومدى أهميته في تشجيع الشباب في مجال ريادة الأعمال تحديدا. أهلا وسهلا ونشكركم الاستضافة. طبعا إذا نتكلم اليوم عن واحد من أهم مشاريع تمكين في دعم تشجيع الشباب البحريني للانخراط في مجال ريادة الأعمال، له برنامج رواد الشباب أو مشروعي. هذا النسخة تعتبر النسخة السابعة من برنامج مشروعي اللي أطلق الصندوق في العام 2012. طبعا بالنسبة للأهداف، يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دعم الشباب البحرينيين اللي عندهم الروح الرياضية وشغف ريادة الأعمال، اللي يبون يكونون انتربرينور من خلال تزويدهم فرص تطوير مشاريعهم تحويلها إلى مؤسسات قائمة وإن شاء الله في المستقبل مساهمة في الاقتصاد الوطني. طبعا نهدف من خلال هذا البرنامج لأن يكتسب المشاركون في البرنامج مجموعة من المهارات اللازمة لاتخاذ ريادة الأعمال كمسار مهني كخيار وظيفي. وإن شاء الله نأمل أنهم مو بس يكون هذا خيار مسار وظيفي إليهم، بل يساهمون في بناء مشاريع المستدامة اللي ممكن تخلق وظائف وأثر إيجابي في الاقتصاد الوطني. كل هذا في يصب في أحد أهم أهداف تمكين، وهو جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني. نعم، ما هي شروط التقدم لهذا البرنامج؟ طبعا بإمكان أي شاب بحريني من الفئة العمرية من 16 إلى 30 سنة ويكون رائد أعمال للمرة الأولى، حتى لو كان عنده مشروع أو سجل تجاري قائم وما يكون تجاوز على سنة واحدة، هم يكونون مؤهلين للانضمام في هذا المشروع، ولازم يكونون على قدرة يعني الالتزام بالبرنامج الاستشاري اللي هي مدة 6 أسابيع، وقادرين على تقديم المعلومات حول فكرتهم الريادية. نعم، السيد علي حسن المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشركات في تمكين، شكرا جزيلا لك.